التقرير يتحدث عن نفسه، يعني 2021 كان عام الرياضة السعودية. الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، مو يعني رياضة معينة، كل الرياضيات، كل المنتخب متميز، الأندية السعودية متميزة، لكن أبو كرم يعني كل الإنجازات لم تحدث إلا من خلال 3 سنوات. كل الشكر يقولها الشعب السعودي والشباب بالذات لسيدي سمو ولي العهد الله يحفظه، يعني هو يقف خلف كل هذا. هذا ليس يعني مجرد كلام، الكل متابع والتقرير وافي وافي، ويعني وشكرا على من أعد هذا التقرير، الظاهر حمادي صح ولا لا؟ نعم. فأنا أقول له شكرا، وزي ما قلت ما بقى لي شيء، العالم شافت. أنا أقول أني سعيد وفخور في بلدي. أبو عوف، طبعا نحن فخورين كخليجيين لما نشوف كل هذه الأحداث الرياضية العالمية تكون في دولة خليجية مثل المملكة العربية السعودية. عد وحصل من مصطفى إلا تبغي من كل الرياضات اللي موجودة في، لكن إذا تكلمت عن كرة القدم إنجازات وموجود، يعني الهلال بطل آسيا، أولمبيا أخذ ميدالية، أتكلم عن المنتخب السعودي متصدر بدون هزيمة، يعني هذا الإنجاز أكيد وراء شخص رياضي محنك عنده خبرة كبيرة جدا في التعامل مع هذه الأحداث الرياضية. إن شاء الله أن نشوف خليجنا دائما بهذا التطور. أنا خليني أحكي أنه يمكن أكيد في علامات فارقة وفي محطات، لكن كمان استضافة الفورميلا 1 هذا حدث عالمي، لأنه هي ثاني أكبر رياضة مشاهدة في العالم بالكرة الأرضية. عم نحكي يعني حوالي فوق 1.5 مليار يتابعوا السباق لايف، فإنه استضافة الفورميلا 1 هذا أيضا حدث يسجل المملكة العربية السعودية بعد استضافة كأس السعودية في الخيول، اللي الآن هو يعني السباق الأكبر والأغلى في العالم، 36 مليون دولار بلس. في عندك في بطولات اللي هلأ الآن عم تصير في موسم الرياض، اليوم عم تشوف برشلونة مع بوكا يونيورز. أنت وين مثلا الحدث اللي بيضل عالي؟ أنتوا كنصراوي بلشتوا السنة بكأس السوبر. أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي النصر وكأس السوبر كسعودي كعربي الرجاء والبطولة العربية. إن شاء الله بعد يمكن 2 أو 3 أسابيع حسب ما أعلن مع المستشار الكبير الشيخ، هتقابل نجوم برشلونة مع تفاهم النصر والهلال. النصر والهلال فالحمد لله مستمرة، وزي ما تفضلت كأس مارادونا كان حدث الحقيقة متابع. أنه يعني أنتوا بدأتوا السنة بفوز وختمتوا فوز على الهلال، ما هي؟ إن شاء الله، ودائما إن شاء الله نبدأ ونستمر، وليس بداية وختام، المفروض في الوسط يكون بطولة أنه تفوزوا على مع أنه أنت عادة المفروض تكون محايد هون. أنت سألتني قلت فوز، أنا اللي دائما أقول لك أنا ما لا أتمنى بحكم أني أقف مسافة واحدة مع جميع الفرق. هلا دوبك متمني أنت. إيه أنت قلتي أنت تبي تفوزون، لما توجه لي السؤال علي أن أجاوب، لكن أنا أبادر بالأماني لا. إلا برا. أبو عوف 2021 شوي تنفسنا فيها بالأول، إنه رجعنا للملاعب ورجعنا بعد شفنا بكأس أوروبا العالم ما شاء الله الملعب 100,000، هلا شوي بلشنا نتضبضب من جديد مرة ثانية نرجع، لكن إن شاء الله الأمور تكون طيبة. يعني عودة الجماهير كانت واحدة من الأحداث بعد، يعني شفنا جائحة كوفيد هذه كانت مشكلة كبيرة يعني على العالم كله، لكن الحمد لله إن احنا في دول الخليج قادرين نسيطر على كل هذه الأمور، وإن شاء الله أن في المستقبل يكون أفضل وأفضل. إن شاء